هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم. نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا اللقاء مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، تعرضنا في حلقات سابقة وفي الحلقة الأولى من هذه الحلقات إلى أن الهدف الرئيسي من فرض الله سبحانه وتعالى للصيام على المسلمين هو تحقيق التقوى، ورأينا ما معنى التقوى. نراه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي آثار التقوى على الإنسان المسلم. إذا اتقى الإنسان المسلم ربه تعالى ماذا يكون؟ يكون الأمر والخير الكبير. أولا، أن المسلم إذا اتقى الله سبحانه وتعالى أحبه الله، بدليل قوله تعالى إن الله يحب المتقين. وإذا أحبك الله فلا يضرك من كرهك وأبغضك يا مسلم. إذا أحبك الله نادى الله سبحانه وتعالى في السماء: يا جبريل، إني أحببت عبدي فلانا فأحبه. وينادي جبريل بعد ذلك في أهل السماء ليحبوا هذا المسلم الذي أحبه الله وأحبه جبريل، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه كل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله مع المتقين. وإذا كان الله معك فلن يضرك من ابتعد عنك وشفاك. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في الغار مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وخاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يراه المشركون، وقال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فلم يقل صلى الله عليه وسلم: هيا بنا لندخل أكثر في الغار لنختبئ، بل قال بلهجة المتقي الموقن بقدرة الله: لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وسيدنا موسى عليه السلام عندما تبعه فرعون جنوده عندما فر ببني إسرائيل وأراد أن يعبر إلى العدوة الأخرى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. خلاص جماعة، خفانا، البحر أمامنا،
وفرعون وجنوده خلفنا فلا مناص من الموت. فما كان من سيدنا موسى عليه السلام إلا أن قال بلهجة الموقن المتقي لله: كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص إن معي ربي. قلنا إذا كان الله معك لن يضرك من كان ضدك، إذا وجدت الله لم يضرك من فقدت بعده، وإذا فقدت الله لن ينفعك من وجدت بعده سبحانه وتعالى. ورب يقول لنا بعد: ومن يتق الله، في آية أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لماذا؟ لأنك مع الله، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، هو خالق الأرزاق، يرزقك من حيث لا تحتسب، جهة تأتيك بالرزق الذي لم تكن تتوقع أن تأتيك منها الأرزاق أبدا. في آية أخرى يقول: ومن اتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني تصبح أمورك ميسرة ميسورة سهلة. يقول فلان هو يقدم خطوة وربي سبحانه وتعالى يزيد عونه في 10. لماذا؟ لأن الله معه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه بعض آثار التقوى. أليست من آثار التقوى أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل سبحانه وتعالى مبينا من هم أولياء الله؟ وقال جل من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أكثر شيء من هالنعيم هذا، أكثر شيء من هالفضل هدايا، أن يعدك الله سبحانه وتعالى يا متقي، يا من تخشى الله سبحانه وتعالى، يا من وصل صيامك إلى هذه الدرجة وهي درجة التقوى، أن يعتبرك الله سبحانه وتعالى من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا بلغت بصيامك هذه الدرجة، درجة التقوى، فإن نفسك أيها المؤمن أيها الصائم تصل إلى درجة من القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يخاطبنا الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولننظر أيها الإخوة الكرام إلى آيات الصيام، أين وردت هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الصيام في أول الآيات في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يتحدث عن الصيام في هذه الآيات التي تعتبر دررا منظومة، ثم في آخر الآيات يتحدث ويقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي واسطة هذه الدرر المنظومة التي صارت عقدا جميلا، في واسطته هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. باش يقول لنا ربي: يا صايم، وقت اللي توصل بصومك لدرجة التقوى، وقت اللي تقول يا ربي، يقول لك ربي نعم يا عبدي. وإلى فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى نعود بعده إليكم بحسن توفيقه سبحانه.
ليس له مثيل. الدعاء وما أدراك ما الدعاء. الدعاء الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفي رواية الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء هو منتهى التذلل أمام الله سبحانه وتعالى. الدعاء يجعل العلاقة بينك وبين ربك دقيقة جميلة حانية، تدعوه وتبلل عينيك بالدموع وتتذلل لديه، خاصة عندما تكون منفردا مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. الدعاء وما أدراك ما الدعاء. الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض. يعني ربما يرد الدعاء القضاء، لأن الدعاء أنت فيه مع الله سبحانه وتعالى، قريب منه، تتذلل إليه. الدعاء أيها الإخوة الكرام من شأنه أن يجعلك قريبا من ربك سبحانه وتعالى، تسأله فيعطيك، كيف لا؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. أنا لا أحمل هم الإجابة، فالإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى واقعة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بها، ولكنني أحمل هم الدعاء. من أين يخرج؟ من القلب أم من الشفتين؟ فإذا كان هذا الدعاء خارجا من القلب بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه لن يكون إلا مقبولا، أما إذا كان من الشفتين فإذا تفضل الله سبحانه وتعالى بقبوله فيا حبذا، وإلا فإنه لن يقبل، لأنه لم يخرج من كما نقول بالدرجة من عروش القلب. فعلينا أن نفهم هذا وأن نتخير وضعيتنا عند الدعاء أداب كاملة. متوضي، مستقبل القبلة، تبدأ دعاءك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي وأنت منكسر خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى. تختار الوقت عند السحور في آخر الليل، في السحر عند إفطارك في رمضان، من الدعوات المستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى دعوة الصائم حين يفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وقت اللي تجي تشق الفطر، بعد ما تشق الفطر تقول: ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، وتدعي ما شئت بعد لك ولأولادك ولزوجك ولزوجك. كل هذه بإذن الله أدعية مستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتنأخذ بعض الأمثلة من القديم والحديث. في القديم يقال أنه في تاريخ أحد علماء الأمة، هناك من يقول هو إبراهيم بن الأدهم، وهناك من يقول إنه أحمد بن حنبل. نقول إنه إبراهيم بن الأدهم، ذهب للحج ثم ذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما صلى العشاء أراد أن يبيت في مسجد رسول الله، فمنعه القائمون عليه وأخرجوه. عندما أصر على النوم أخرجوه خارج المسجد ورموه أمام فرن، أمام كوشة مخبزة، فأدخله صاحب الفرن
قال له ستبيت بجانبي ثم نذهب في الصباح لصلاة الصبح. وأخذ ذلك الفران يخبز خبزه ويدخله إلى الفرن، كلما أدخل رغيفا قال بسم الله، وإذا أخرجه قال الحمد لله بسم الله الحمد لله، حتى أكمل كامل عجينه. فسأله الشيخ إبراهيم قالوا ألا تحسن ذكرا آخر؟ قال لا والله، ما تركت هذا الذكر منذ 40 سنة منذ أسست هذا الفرن. فقال الشيخ وما نتيجة ذلك؟ قالوا ما دعوت الله دعوة إلا استجاب لها إلا دعوة واحدة. قالوا ما هي؟ قالوا أن ألتقي بالشيخ إبراهيم بن الأدهم. فقال له سبحان الله يا بني، والله إنك خير مني، لقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائك، فقد أتوا بي إليك جرجرة استجابة لدعائك. قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل يسير في الصحراء فاعترضه قاطع طريق وأراد قتله، فاستسمحه في أن يصلي ركعتين، دعني حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين. عند سجوده دعا الله بدعاء من صميم القلب، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا الحبل الشديد، يا ذا الأمر الرشيد، يا فعال لما تريد، اللهم يا مغيث أغثني، اللهم يا مغيث أغثني، اللهم يا مغيث أغثني. فعندما انتهى من صلاته التفت فإذا رأس ذلك قاطع الطريق مقطوع والدم يسيل منه، وإذا بفارس وبيده سيف يتقاتل دما. فقال له من أنت؟ بارك الله فيك، لقد خلصتني من هذا القاطع. فقال له أنا ملك من السماء الرابعة، عندما سمع الله سبحانه وتعالى استغاثتك أمرني حتى أخرج للدفاع عنك. وقد نزل هذا الملك ودفع هذا الرجل بإخلاصه في دعائه بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم هذا وأن نعلم للدعاء دوره، وأنه بإذن الله سبحانه وتعالى يفرج الكروبات وييسر الأمور بإذنه سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.